كلان كان او اهابد ايسو اغاسمين جاليه دا بوتولان اي مغالة نيروبي ايا وحا كلان قاد شرف اللوغو سمييي سلدان سعيد سلدان عبد السلان كلان كا ايا وحا كا قيب غالي قدوميها بارلمان كان بوتولان عبد الرساق احمد سعيد غان عصطاد الرهي بوتولان اي كلاقان مغالة نيروبي او كلان كا قيب وين كا اها حلبانا كترسم بوتولان اي حبنا هوري حلال اغاسو قبطي بوتولان اي قار كا مدى دالان يرادا كلاقان مغالة نيروبي كلان كا ايا وحا او غورين فافاهين كبيحيي مسوليين تجاليه دا ايسو ابابو شاي قدوميها برلمانكها مركز بعد السلام وقد الشرف أيوس مي وضيع شهرتي أيشوجا نيروبي مركز سلطان سودو وضد كاجي وضد كاسدوان كواحد قام فرم بنك وصل وينينا وأنا كلش غير نهدي إلى نفط نودعي أنت كبعد حديث بين النبي وحلي عليه الصلاة والسلام قول مالي سقيمي وأنا إلهي دقري سحسن إلهي ما أنت يبغى ولا حساب تما عليهم أثر مرك إلهي وحن حركة حربة أم كائن إني كقاعدة حيرج كاس إن أنا دين سوني معين أين نقطة غيبت حسك أن قاتو كنا قاتو حديث النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جن عليه الصلاة والسلام ليه هي أو توصيات كيس كم بدها ثلاثة مهلكات وثلاثة منجيات أما المنجيات فتقوى الله في السر والعلن النبي عليه الصلاة والسلام سدح قف كوابد بالسا سدح نواها لكته سدح لبد بالسا حوية والنبي عليه الصلاة والسلام فتقوى الله في السر والعلن إله إن لقى عبصده سر تمرك الليه وكل آتاي يمرك العلن تايبة إله عبص شديده إن نمبر ون يتو يتركو تاي من كارتي سودو كتوم يا برهماك إن سودو كلا حلما بأينا لجوه حلما قبيه وسانا وسلامينا inta ka dib ganacsatada reer Kenya Nairobi runtii waxa weeye qiimo gaar ah ay noo leeyahay hadaan nahay dadka reer Mitland iyo Soomaaliya magaalooyin badan baan tagnaa wadamo badan baan tagnaa marka aan wax qiimeyno cid la mid ah ma jirto sida dadkooda iyo dalkooda uga warayaan sida ay u soo dhawayaan marka Saciid ka soo timaada waxtarka wax galka وحلينا هاي جساكم الله خيرا ميشان وضيال با شوق جيري إنا ضياشة بوسكو دي بو حسين وآد دلك لباتوين كجرة كاقب قادتان إن مودي يوم مال با لقرب تاقنتهين رونتي وحوية وارين لبوغادية وي جساكم الله خيرا أني هدا دور جيرباني ميشان قدوين بدا بان كاقب قلي ميلا بدا وحلوغو أورورينا يو عددك وحلوغو ترايبان قوب جوكا أها ودياش هلكان هرمود كاكاو اي كمديهين ابراهيم ليو انا نوكيو رجا انت انا غوني انت انا غومبا وحلينا غوليستا لو دغو قداسا انو قرح بدن او امرجنسي او سفر دير دغدغ او كيميد اد بان وهم بليين انت كيب قاداتاي الله يدن بركه اخري ادون نفتيني ماركينا انا الى وحان كبري الى ودين بركهيو فين ليرو بشرف وحا مركزتا وحا الى يا اليتكو ددكو شرفت له هدي مدح تحي لكن هذا هو مسيا سيد ويسود ويان ما هذا علين بدن بيليهن يدعو انت كده وحسود ويان يا سلطانك سلطان يربك سودو كينيا لها ماشان است افريكا تذكي جوغو استيكو تاويس وحيني دمانتون تفارقو ماله مسيا سيد ماله مدقان ماله سيدا سادة لسوق مراكا نبقى هل مدح بيليهن قدو قدو هارتيا قدو ميحو قدو ميحو قدو ميحو قدو ميحو قدو ba gudoomiye gudnaa waxaan ka sugnaa kool gudoomiye ku xeynkiin waa la fadhiyay Saciid Siibad inta kale oo xiyaarta aan fadhiyaa waxaan asan aad u mahadcelinayaa ganacsada Ibrahim asagu waa waajib in loo mahadceliyo marka la isimaadaba sababtoo ah odaygii magaalada weeye marka siyaasadda lagu kala duwan dhaqanka lagu kala duwana aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay welcome insha Allah Nairobi iyo soo dhaweyn ee kulli ragga kala sheegay si daba gali maayo aanu waxaan ka qornaa insha Allah ta'ala inaan hadda suldaanka kusoo dhawayay kusoo mikrofoonka u dhiibo insha Allah taala kusoo dhawayay suldaan soo dhawow kusoo dhawow insha Allah taala ragaagi iyo heerkaagi dadkaagi isimka oo ahayd ku sharfaya ku jecel ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray suldaan Saciid suldaan Cabdisalaan oo ka mahadceliyay kulankan iyo jaaliyada soo abaabushay isagoo ku amaanay in jaaliyada ku dhaqan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ay ka qayb qaateen horumar badan oo dalka ah salaanta islaamku salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh aad baan ugu mahadnaqayaa fadhigan ballaaran iyo kulankan aan maanta lagu soo dhaweeyseen waad idin ka mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba
kolbana iimaaha Nairobi safarkii u horeeyay aan ku imaado safarkii ka horeeyay aan ku imaado wuxuu ahaa safar kan oo kala ah oo lagu soo dhaweeyay waan badnayn isma badan baan ahayn marka waxaan u soconay arin qaar aan ah waan u gureynay dhul badan baan soo marnay waxaan ka soo bilownay Puntland waxaan ka soo bilownay Xamar meesha u dambeysay waan isku haleeyneynay oo laf dhabarta u ah dadka hartiga halkan ay ahayd muddo aan joognay hawshiina si fiican bay uga qayb qaateen dadkii halka aan kula kulanay oo ganacsatada ahaa iyo waayeelkii joogayba waan uga mahadnaqayaa waqtiga anigu markaa iyadoo ismada joogan baan ka laabto hawsha lagu jiro oo aan safar u baxay oo ismada way sugeen oo hawlo ka dhacay deegaanka Ciirgaabo banaayamaha u baxay marka waxaan aad ugu hambalyeynayaa dadka halka degan Nairobi oo jaaliyadaha iyo ganacsatada had iyo jeer Puntland waxay u yihiin laf dhabarta koowaad xagga dhaqaalaha hadda tii u dambeysay oo laascaanood sida uga qayb qaateen waan xusuusnahay wax kasta oo yimaada meesha ugu dambeysay oo la isku hadlayaa oo laf dhabarta dadka waa reer Puntland waa Nairobi Ilaahay waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar in Ilaahay idin siiyo dadaalka aad wadaan oo dadka idin yimaada iyo hawlaha aad ka qayb qaadataan oo aan ku ognahay oo idin ognahayna in Ilaahay ajirkiisa idin siiyo aad baan idinka mahadnaqayaa waad ila soconaa culaysyada iyo hawluna had iyo jeer dadka ay ku dhacaan waa dadkiinan waad idinka mahadnaqayaa aad baa ugu mahadsantihiin hawlaha aad u haysaan dadka iyo dalkaba arinta Ciirgaabana kolba baaq baan aan ku jeediyay maalin dhaweeyto haddana meel fiican bay maraysaa oo saaka waa la xiriiray waa deganayd maanta magaaladu ismadii Sool maanta waxay xalay ku shireeyeen iyaga laftigoodu waxay ku shireeyeen laascaanood garaad Cabdullaahi oo ka maqnaa oo joogay awl wuxuu joogay talax buu joogay shalay buu galay isaguna maanta wax laga yaabaa inay iyaguna baaq nabad soo saaraan insha Allah dhamaantii baa waxa sareer taageena arintan diyaar baan u nahay wax ka qabashadeeda iyo hawsheeda intii aan soo maqnaa arintaasii dhacday laakiin baaqiga beegnaa waan ka jeediyay odayaashana had iyo jeer joogtan ula xiriira marka wixii gacan laga geysan karo iyo wixii af laga geysan karaba waa wixii noo taala aad baan ugu mahadsantiin martan qaadkiina iyo soo dhaweynta maanta ay sameysteen waana ahaan jirtay waana ku mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi abdi nasir jeekay warbaahinta daljir Nairobi adeeg mareeg swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta account-ada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account-ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay